وندور صغار خبر نحكي لك اللي صار من حكايات الخادمات متنوعة من دار لدار. شوف هاد المهنة ولات رايجة من غير شوار علاه ما تتنظم في بلادنا وترقى بازدهار. عيش لحظات مع الجد واكتشف الأسرار والحلقة فيها قصة وفرجة للنظار. عيش لحظات مع الجد واكتشف الأسرار والحلقة فيها قصة وفرجة للنظار. عيش لحظات مع الجد واكتشف الأسرار والحلقة فيها قصة وفرجة للنظار. عيش لحظات مع الجد واكتشف الأسرار والحلقة فيها قصة وفرجة للنظار. عيش لحظات مع الجد واكتشف الأسرار والحلقة فيها قصة وفرجة للنظار. صباح الخير. ما كنتي نعم تاني؟ ما كنتش غادي نجي هذا الصباح لو كان ما خفت المدير ينوض عليا حيحة. مالك يا كلاباس؟ هاي التراجلي يا خويا نزلوا عليا واحد نزلة هذه ثلاث ايام ولا بغاو يهزوا معايا معلقة من الارض. والله الا كاينين شي ضياف تيجوا عندك من العائلة تقول الله يجينا ونجيك ما عرف في كابين. وزيدون اخويا منوضيني هذا الصباح على النبوري ما مخليني حتى نشبع النعاس. قال لك اخويا باغيين يمشيو مخليا لي الدار مرونه. انا غديتي الشغالات كلها بوحدك اختي ما هنانيش قلبي نخلي الدار موسخه. وحتى انت الله يهديك خاصك تهلاي بالخدمات اللي تخدموا عندك. زعما اخويا سعيد ما بالكش انا اش كندير مع الخدمات ياك اللي درت معاها اكثر من جهدي كتنوضي المشاكل وتزيد خلفها. اجي نقول لك راه عندي لك واحد الخدامه. ويا اختي اعتقيني بها بالحق ماشي هنا خارج المدينه مكايب والمشكل. ياك ما هذيك اللي اختها خدامه عند نسيتي هما راه خواتات بزاف خدامين في واحد الديور ولكني باقي عندهم شي وحده مازال ما خداماش. لا الله اعلم يمكن كانت خدامه وهاد الايام جالسه. ايوا خويا عتقوني بها عتقوني. وعندك عاوتاني الزبيط تشكي عليا. شوف اخويا يدير الله التاوي غير عطيني العنوان ديالها انا نمشي موراها برجليا. دابا انا ما عنديش العنوان بالحق في العشيه نجيبولك. اختي حفصه انا عمري ما زوجتك عافاك هاد المره ما تنسي ليش العنوان. انا خايفه غير هذاك الراجل ديالي حافظ تقول لي غير الخدامه. والله اختي ما يبغي يمشي معايا. وانت عافاك يتقنعيه راه يمشي معاك خلاص. الحصول سعيد عندك ما دير هاد الصباح حتى الله ما يدار وغنمشي بحالي دابا. وحتى ما عنديش شغل. السلام عليكم حفصه ما تنسايليش اختي عافاك داك العنوان غيكوني هانيه دابا نجيبولك. وانا غنعول عليك. يا سلامة. الله يسلمك حفيظ. شنو هذا؟ ايوا قلب شديتو واش الكادو خلاص؟ كادو؟ ومتى المناسبة؟ علاش غاصة ديري المناسبة دا جدا واخا الكادو؟ بغيت نشري سيدي شي حاجة اللبنة في الشارع ما لقيت لها حتى شي حاجة كتناسبها قلت نصبق بباها. الشارع والخدمة؟ الخدمة كنت فيها المدير ديالنا سيدي ما جاش هاد الصباح قلت نسلت واحد نص ساعة ونمشي نشري لحبيبي حافظ شي كادو. باينيتو باينيتو شي قضية مور هاد الكادو هذا. واش غنقول لك حبيبو غير ما وصلت حتى ل 9 ونص والله قسم كان ما كان عند المدير ديالنا اجتماع في الوزاره حتى تشرى ليا. علاش وصلتي ل 9 ونص؟ علاش وصلت ل 9 ونص؟ شكون طيب لك الفطور؟ شكون لبس لبنه؟ شكون داها المدرسه؟ وزيد اهل النش اهلي عاوتاني رجعوا لحبابي واش نجري عليهم انا يطو؟ مرحبا يسنا حبيبو ولاني راه وحنخ وكان غير عندي الخدامه. خدامه نعاود نرجعو مشكل خدامه نعاود نجيبو خدامه رد خدامه قبل على خدامه دي خدامه راه بزاف يطو راني عييت والله القاسم الا تغلبت بهذا الشيء الخدامات هذو. وانا ما بقيتش فيك حتى انا تغلبت. وين راه حنا نجيبو هذه الخدامه هذه؟ صاحبتي نعيمه صف نعيمه. ماني نعيمه؟ فالقران قالت لي بلي عندهم واحد البنت في العروبيه خدامه وحادقه وكلشي. ايطو واش عندك العقل ولا ما عندكش؟ واش حنا غنمشيو للعروبيه نعاود نبقاو نجريو فيها؟ نهار ما طرحنا جري طلع هبط القلب في هاد العروبيه. ايوا راه طلبت منها تجيب لي العنوان هاد العشيه غتجيبو لي.
راه بزاف فايت والله الا تغلبنا هو قسما بالله الا عينا هذا المشكل خصو يتصدع علينا خلاص. عافاك حبيبي هو راه حتى انا عييت. يلا وقيس قيس بعدا لافيست. ضحكوا بالتعسم راه جاتك زوينه. ايوا بصحه والله الا جات قدي. سمعي طو هاد المره انا دوزتها لك مره اخرى ما نعاودش ندوزها لك. اسمع حفيظ هاد المره دازت المره الجايه يكون حل. حيانا عليكم نتوما العيالات من كتبغيو تقضيو حاجتكم. شتي علاش قادين؟ وفين دابا هاد البلاصه واش باقي ما وصلوش؟ هو دابا الخدامه تلقى معنا بغسيل الفندق. حجيجي شنو؟ قالت لي دار في وسط الجنان وقيلا هي هذه اللي نعتات ليها. واش بينا؟ هو سقسيو شي واحد. واش واحد السيد راه ما واحد جوج غادي؟ قلت سميتو سالي. صافي السلام عليكم. الله يخليك دار سي سلمي. دار سلمي الدور اخويا مع الزن غادي. غنمشي مع هادي؟ في شكاين هاد الشوك هذا. اييه. ولكن هاد الشور راه كاين الماء، كاين فيه البيس شويه. ما كايناش اخويا شي طريق اخرى من هنا لا؟ لا لا خطاك غادي تمشي مع هادي. واخا اخويا، الله يعاونكم اخويا، السلام عليكم، الله يعاون اخويا. انا لا نعيت بهذا الخاطر عييت ما ندير الخاطر هذه راه ما ولاتش الطوموبيل وهذه ماشي طريق هذه عليكم. وعليكم السلام. اجي اخويا نسولك الله يخليك اجي. السلام بخير اخويا. الله يخليك سلمي. سلمي؟ عدبا كان معايا هذا الصداع هذا كيطير. كان معكم هنا؟ عدبا كان معايا هنايا. شو الله يخليك فيهم كي لقى عافاك؟ لقى في الدار راه مشى عدبا يكون مشى على الدار. طلع من هنايا الدار الاولى راه مصبغه بالبيض. اييه. راه هذيك الدار ديالو اللي سولتي راه يوريك. واخا امشي اخويا مع لابيس ياك. اييه مع لابيس الاولى. الطريق محفره شويه لا؟ شويه وصافي ما فيها عاد شتا هذه شويه. دابا عجبك الحال يا طو. راسك رفضنا على الطوموبيل راه منين جينا والحفاري صافي حافظ ديك ما بقى قد ما فات حنا دابا ورانا الدار يلا حبيبي دابا عجبك الحال شوف عليك ديك صافي هو نعتنا قلنا غير نمشيو لهنا ووصلنا للدار يا حبيبي عييت بالخاطره هاد المراه راني طبخت واكواك عباد الله راه هادي ما ولاتش طوموبيل هادي راه ماشي طريق والعفو هذا العفو الا خلاص خلاص عينا بالخاطر عينا بهاد الخدامات انا كنتمنى لو كان وقع في الكروفيزون دابا هنا نوقفوا هنا نتسالاو وبشويه عندك كاين الشوك لا خلي الشوك انا ما بغيتش عين الشوك بغيت اكثر من الشوك صافي يا حبيبي انت ما شفتينيش انا منين بقيت بوحدي كنهز لبلا نصبر لك حوايجك نحددهم ليك بدي هاي المدرسه واش شو مالك انا راعي ليا وعير قولي لي دابا واش هاد الطوموبيل مصدقه علينا ما مصدقاش علينا الله يهديك الله يهديك هاد المراه لا ما هنيني خلاص من هاد الخدامات حفيظ هادي هي الاخرى الخدامات صافي هادي هي الاخرى بشري بشري كتسولوا على شي حد ولا؟ السيد سلمي سلمي؟ اييه هكام الحرق؟ اه عافاك اسيدي لا عارف فين كاين قولها لينا من الصباح وحنا كنقلبوا عليه هو هذا اللي قدامكم لا لا هو يلا عاب شويه عليك عاب شويه السلام عليكم سلام لالا السلام عليكم سلام سي سلمي بخير صيفطكم شي حد عندي ولا؟ اييه اسيدي الحاج اللي عطيه البنيته في المدينه اييه عندك الحق عندي شي بنيات في المدينه خدامين ايوا شاش غديري؟
عباد الله كلها بركة كتبركك هنا راه خاص ما يوصلوا والله ندخلوا للخيمة ونذاكروا واخا سي سلمان نجيبوا الطوموبيل شوية قدام المحل ونرجعوا واخا زيدي زيدي يا لالا اجي لا نمشي معاه ونرجع واحد والمرا واحد والمرا هاشي ديال جاو عندنا زيدوا زيدوا مرحبا بك عيشك لالا ما زيدي عيشك مرحبا مرحبا لالا مرحبا زيد زيد مرحبا لا ادخلوا بصباطيكم امشوا للبيت الاخر لا لا خلينا هنا سي سلمان زيدوا ادخلوا بصباطيكم مرحبا بكم مرحبا بك لاباس عليك لاباس حمدي هاكا سيدي على البرودة هاكا درتي ما تمحنتوش الحمد لله المره المره انت وليتي تتفقين على نوصل ولا واحد برا ديالك بلاش سي سلمي والله لا زرباني لا تاكم على الطعام عاد تمشيو مرحبا لالا غزاله انا ما جيتو عندنا حتى تمحنتو شويه وخلاص دارت خفت رجل ما كل لقيتو لي باقي تما بالحانوت عاد قالوا لينا بلي كتقدم من تما اي مره كنتقدم مره كنلعبوا داما والكارطون والفلاح ما كاين ما يدار سي سلمي واش كاين ما يدار اخويا والو فينا يا الارض وفين الفلاحه وفين البهايم اودي اسكت 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 علينا حنا الفلاحه الصغار حتى مساكن حنا كنحرتوا بالبهايم ايوا البركه اللي معانا وصافي الفلاحه كلهم هودوا للمدينه اه سي سلمي ولا جاوا الفلاحه كلهم يهبطوا للمدينه اش شحال قدامها تهز هو تا هما خصهم يهودوا يقلبوا على رزقهم قول لي شكون اللي صيفطكم عندنا راه قلت لك قبيله باللي الحاج باو عليه هو اللي سردنا عندك اييه عندي واحد البنت تما عندهم اييه والمرا والمرا واش الشكل قلتي تما دابا عرفت عرفتكم على جيتو على البنيه اللي عندي اييه سيدي والمرا تجيب لنا واحد الكاس ديال اتاي دغيا اسي سلمي بلا ما تعذبوا راسكم راه حنا زربانين ايوا عليك تحقرونا حنا العروبيه راه اللي جا عندنا لابد ما يشرك معنا الطعام شكرا اش كان قلت لقيت تما وراه تتغوت كي البريحه اش كاين حاده حاده اش كاين كي جاتكم هاد المره فيها تبارك الله عليها قولي عليها الشريفه حادقه تبارك الله حادقه حادقه ونص وكانت حادقه كون راه وجدت لك محطه واحد ديال المسمن ويشوروا تشوفي لما نوجد لهم اللي بغاو بارك الله فيك لالا حاده انما راه خلينا البنيه بوحدها السي سلمي في الدار خصنا نمشيو عندها ما سخيناش بكم اسيدي والله ما سخينا ربي يخليك لالا حنا راه حنا جينا غير على شي شغل وراه السي سلمي بخباره عرفت جيت على بنتي زينه هي سميتها زينه ايها الحبيبه زينه ايوا كيظهر لي يامنا غتكون زينه معاها ان شاء الله يا حبيبه كون كان عندكم شويه ديال الطا نشرب لكم واحد الجميله ديال الدواء الشهوية لالا وحق الله مرة أخرى إن شاء الله شكرا واخا ربي ليك ربي ليك دابا السي سلمي نعم أنت عندك غير جوج بنيتات إي كاينشي لا دراري تبارك الله عندي عندي لالا فاطمة تبارك الله وعندي زينة تبارك الله والهاشمية والحسانية وغضيفة إي شلا شلا وعندي عندي قاسم تبارك الله إي والكبير تبارك الله والميلودي تبارك الله والهاشمي هيا راك مدور الحركة السي سلمي ما خشاي ما يجعل البركه وما قلتي ليش السي سلمي بنتك زينه علاش ما خداماش لا كانت خدامه عند شي ناس في المحمديه شي ثلاث شهور هي عندهم مشيت باش نشوفها ونجيب الخلصه ديالها لقيت الدنيا جا مع الرسمه ديالها وكتبكي مالكي قالت لي والو ابويا نمشي معاك ما تخلينيش هنا مالكي قال لك يخلوني بالجوع كيخليوها بالجوع والله اعلم هي اللي قالت انا ما قالت على تقيد حد ايوا تعليت كيشي انا اقعد بلا ما قلت انا تزاليا نكبر العائلة والولاد الولاد بزاف دايره المرة الثانية تبارك الله تبارك الله وعلاش كندير انا هادشي على قبل الوجوه بحالكم كنصيفطوهم يتعاونوا معاهم ونتعاونوا حنا على الوقت والله يكون في العوينة زيدي زيدي انت كتهديك العروسة زيدي يا بنيتي زيدي يا بنيتي الله يرضي عليك زيدي زيدي قالت لك كتحشم زيدي زيدي يا زينة ما عندك علاش تحشمي سلمي على الناس بغيت لك غبارة في الغياس ان شاء الله ها غندخلوا في الموضوع السي سلمي واش غنقول لك ثم راه ظهر عليكم ولاد الخير والقارنة توريه لا واه سلمي صراحه مزيانه تذكر مع الناس على كل شيء يعني بغيتو تهضروا على قضيه الشهريه ايها لالا ما كاين حتى مشكل واش غنقول لك خواتاتها راه مشاو ب 10000 ريال 10000 ريال وعلى هذا الحساب ما تيقاش فيا لا لا كذبتيني لالا سولي على راسك لا لا حاشا سيدي ما عنديش علاش نكذبك وانما القدر اللي قال لكم سي سلمي راه قديم شويه وحنا في نيتنا بغينا نطلبوا الزياده صافي دابا الوقت غلات وكل شيء طلع زعما هادشي يوا شحال طالبين في الزياده كاين شي هو دابا قال لك 10000 وزيدينا 2000 هي 12000 ريال المراه اش كديري واخا واخا ما كاين حتى مشكل المهم غير البنت تكون معقوله 12000 ريال ولا دارت لك شي مساله ولا شي حاجه قوليها لباها ولا ليا وخرجك السوق لا واه لا لا ما عندناش علاش نوصلوا للبساله الا كانت بخير
غادي تبقى معانا، ما كانش بخير غادي نردوها لكم. واش عيب عليه الله يحشمنا. امين. وكري توكر وغادي نمشي ولا نجمع حوايجها. انا ديما مجموعين، سير جيبي حوايجك اللي ديما جا معاهم. سبيق سبيق ايوا الله يهنيكم. كاينه شي بركه تسبقوا لينا؟ كيما كي مقصده هذه المره، ما كي مقصده. اسكت انت، زعما ما خاصينك فلوس حتى دابا كتقول لي التصبيق. يا ويلي جاي نمشي وبحال كتقول لي علاش ما خديتيش فلوس؟ هاك سيدي. بسم الله الله يقوي الخير. الله يخليك. الله يتاويكم على الله. والله يهنيكم اسي سعيد. سلامة سيدي. الله يهنيكم. زينة زيد يا بنيت زيد. سلامة. ايوا خليناكم على خير اسيدي. سلامة شريفة، والله ما سقينا بيك. علاش ماكي على الزربة ماك؟ ايوا سيدي الحال بدا كيظلم والبنت خليناها بوحدها في الدار. الله يديكم على خير يا لاله. ان شاء الله. شوفي انت والله تجيني شي شكوى منك تبرات الله تنعلق لك عمود. لا ما يكون غير الخير ياك زينه. معلومه لاله. يلاه سير بنتي. الطوموبيله زينه هذه عند راجلك يا لاله. عمرك ما شفتي طوموبيلات. ايوا بالسلامه. بالسلامه لاله. اجي ما راجلك غير مزكرم بحال هكا مغوبش. ساعات ولا هو الرجال مره مره كطلع لهم القنديشه على الراس. الله يعاون. بالسلامه لاله. بالسلامه بنتي بلا ما نوصيك. دابا بنتي بارك الله في هاد الناس، راه بانوا لي ناس مزيانين. ترجع نخلي عشتك ونزيد لي ابويا. الله سيري. بالسلامه لاله. الله يسلمك. حنا ولادنا وتي ربي. الله يا بنتي. الله يديكم على خير. سلامه. هالعصا. سلامه. لبنى تفضل يا حبيبتي. اوي 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 شنو نديري؟ لبنى حبيبتي. ما خفتيش يا حبيبه؟ لا. تفرجتي؟ اه. تخيل بيا حبيبه. ما تبقى لينا حتى واحده حبيبتي؟ لا. حتى واحد؟ لا. تفرجتي الميكية؟ اه. خليني انا. ايوا هذه هي لبنى. الله يصلحها لاله. عزازين عليك الدراري بعدا؟ عزازين عليا لاله كنموت عليهم. ايوا مزيان. انا غادي نوض نبدل حويجاتي وغادي نرجع نوريك الماكله ديال لبنى. واخا لاله. لبنان سمعت الله تبارك الله تبارك الله. سميت كلوبنا؟ ها؟ اش هيطو؟ تدهات ربخ لبنان؟ ويمتى تعود اوار؟ هيطو السيدة جبناها من البادية رخصة تربى ماشي غتربينا لبنان. وكلامك هذا زايد ناقص يلقى غير شال الحل. غنمشي نوري بعدا لبنان اش غادي دير. ايوا انا غنوريك دابا الماكله اللي غتبقى توجد لهم. ايوا حبيبتي الماكله راه عندنا بارده دابا في الثلاجه غنسخنوها. وبالنسبه للديسير كنوكل لها التفاح والبنان ما تبقاش عطيها الليمون وما كتاخذوش. واخا وا جاب الله. كولي 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 هذه يلا زيدي 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 زيدك وحده اخرى. سربي سربي يلا ندخل باغي خلاص هذيك سربي خلاص. زيدي زيدك هذه زيدك هذه. شوفي 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 شحال زوين هذا الشيء. كولي كولي هذه يلا ندغي 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 يلا بنا ندغتي نشوف نشوف انت شوف شوف منين لا غنوريك دابا ما كنت فيه. عارفين ما كنت فيه انا هاكل هادي. شوفي 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 ثاني.
هادي 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 زيد لا شنو لا تي انا كنوريك دابا انا كنوريك دير زيد ديري هادي ثاني ليا هاكي دابا كولي 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 ماما زيد نوريك هانت عرفتي هادي ديالاش هادي ديال هنا الفيلا ناكل لا تي شباب نزيد نكمل بلاتي كملت يلا خذيها انا ناكل سكتي فيا سكتي 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 يلا كليها يلا نعطيك هذا اي ولي 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 طيحتي طيحتي الحويجاتك راه حنا عطيناك تاكل يلا سكتي دابا تسمعك ماما سكتي زوج واحده اخرى بلاتي بلاتي غنوريك هذه دي زوينه ديال ديال الفيل كتعرفي ما كاينش الفيل انا غنوريك بلاتي ماما عطيني ناكل ناكل ماما بلي سكتي تقولها ماما بلاتي بلاتي غنوريك غنوريك حاجه اخرى عرفتي شنو غنوريك غنوريك ماما شوف هادي شوف هادي شوف هادي تحس من جوها ماما بلاش بلا شوف شوف زوين هاد هادي هادي هادا ماما ناكل ناكل الماما بلاتي يا بلا كيكي ناكل ناكل الماما بلاش شوف شوفين بلا ما تنقولي خدا سبع سبع سنو ولا سبع سبع سنو لا 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 يلا شوفي شوفي هادي كاع يلا شوفي هادي يلا شوفي 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 هادي لا 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 ماما لا لا ماما 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 لا 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 في خاطرنا تخوتي ما كنكريش شكيتي اللول يا قلتي لي ما بغيتيش يا قلتي لي صافي شبعت صافي بركة عليا ماما ماما كلي ناكل ماما 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 كلي ناكل ايطو ايطو نو تشوف بنتك نو تشوف بنتك واقيلا هاد الفضيحه راك لات ليها ماكلتها واش غتاكل ليها ماكلتها انا عاد وريت لها كيفاش غتوكلها ماما 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 كانت كتغوت ما رفضتيهاش ما عرفتش لالا ما عرفتش مالها ما وكلاتكش يا حبيبتي طيبتي جوج دجاجات وحده تغدينا بها وحده خلال العشاء طيبت غير وحده ما قضيتش الوقت ثانيه قلبت عليها دابا في الثلاجه لقيتها طارت كيفاش دابا واش كاين شي عشاء ولا ما كاينش كان كاين غنقول لك سير قلب لي على العشاء زيد هاد الفانطا ديالي غير سمح لي انت ديما كدير الفانطا ديالك وما تنساش تجيب معك شي حاجه للبنت حتى البنت كلات لها العشاء الماكله ديالها اش غادي تقول لك ويني بجوعه هادي والله الا هي مسكينه المشاكل ديالها مع خدامات بلا حدود
شو عليها تاني؟ شحال ضربت ديال التنر باش توصل عندك المزغوبه ديال الخدامات، وراكي عارفه راجلها صعيب، ما مشى معاها غير ب 66 كشيفه عاد جابوها. يهبط عليها الدم معاه، والله يا خاين الطريق ديال العروبيه صعيبه في الحقيقه. وجوج المرات الطوبيك تخسر ليهم، وشحال عاودت لي مسكينه على المشاكل والنقير ديال الراجل. ماشي بعدا اولي تهلاو فيهم بعدا ديك الناس ديال العروبيه اولى. راجلها كان مزروب، كرمطع ليها فوقاش يمشي في حاله، وما خلاهم يديروا لي حتى شي حاجه. وخلاص خساره، انا بعدا كيعجبني يا خاي ديك الملاوي والحرشه اللي طايبين على الحطب. داكشي راه ما بقاش. الخير مشى مع مواليه، حتى موالي البديه الحاله ديالهم ضاعت امسك. لا لا، وانا بعدا تيعرضوا عليا شي ناس في النواحي ديال فاس. عرفتي شي؟ ما كيخليو ما كيديروا لنا، كيتهلاو فينا. ها الزبده بلديه، ها اللبن، ها الدجاج بلدي. والله الا يا خايله كانت متعوه حتى متيعه ابرناك. عرفتي شي؟ تيجيو 5 كيلو اللي زايده فينا. واخريني بعدا عنكمل لي كاش قالت لي. وانتي هادشي باين لي مازال عندك طويل. والخدامه اللي جابت عامره مشاكل. عاوتاني. قالت لك وكاله. الصريط والمريط وتا حاجة مبقات كتشد. يا لطيف يا سلخير مجبعة. وقالوا يا خاي الناس ديال زمان مسخوط ولا وكال. نهار الأول جات خلاو معاها البنية، كلات الماكلة ديال البنية وكملتها وجملتها، طحنت الدجاجة على قدها. ومجبعة يا خاي هادي، ويلي دابا تاكلها شي نهار ولا تصيفط عليها الزمار. قالت لي باللي كتسنى ليها غير المناسبة والدردبها. مازال ما ساليتيش الشطار، يلا صبي راسك ها البنا جايه. ايطو هذيك المشكله المزغوبه العربيه شو شنو دارت لينا؟ علاش شنو خسر في الطوموبيل؟ السلك ديال السيرتو تقطع ليا. ايوا صافي ديها للميكانيسيان وتهنى مع راسك. ايطو الميكانيسيان غيتكرفس عليها وما غيصلح فيها والو وغيطلب لنا اقراضهم. وما في دوطخ. واحد السيد خدام معايا هو جابنا واحد الوليد كيفهم في الطوموبيلات هو اللي قادها. ايوا صافي صلحتيها. ايطو تصلحات ولا صح ما عرفناش شنو واقع فيها. صافي حافظ عفاك غير غسل يديك وتهنى مع راسك انا نوجد لك الغداء. صداعات يا انت ويا مشاحين. شحال من مره كنقول لك ما تبقايش ديري لنا بزاف على الطابله. يلا واكل ماما دابا واكل. يطو باقي شي دسر في الثلاجه ولا غير؟ لا والجنون الجنون وما بنادم صافي سوس ماخ نجيب لك الديسير. يلا كل ماما مش عندك تفيحه ما عندكش تفاح ما عندكش تفاحه. شكون كتحسبي يا مانيطو؟ لا لا غير كنتاكد. سي صغيرة هاك نقي هذايا يا طو. واخا انا نسيت ما قلتلكش عاد تفكرت المهدي راه جابوه من الحج. ايوا انا سلامتو تلاقيتي معاه؟ لا لا تلاقيت حميد صاحبه هو اللي جا لعندي وقال لي راه غيديروا اليوم الحفله وغيديروا انشادن. ايوا هي دابا الزرده الكبيره. معلوم الزرده. لكن اخويا حافظ اش غادي نقول لك دائما كتجينا على غفله. اي الطوره ماشي مشكل هذه راه ماشي راه بسيطه ماشي بحال داك الشكل اللي كديروا نتوما العيالات فيه الصداع بزاف. ايوا شي واخا واخا
وانت ما شتيش جاب لك الوالد ديالك؟ جاب لي خنشه السكر. ايوا تعليت ايوا ولاد نتشني هذا سناوي الخنشه السكر. وي الدوره بعض المرات كيجيو في شي وقت مزيره، اما هذاك الردان الثلاثيه كيجي صعيب، والصراحه هي هذه. عرفتي اش غادي نديرو؟ ناخذوا ليه خنشه ديال الطحين وبدون الزيت ونبينا عليه الصلاه والسلام. صافي صافي شوف نوض انت يا وجد، انا نبغي نشرب القهوه مع الدراري ونطلع. وهاك صافي حبيبي راه نبدا معايا. صافي صافي كملها انت يا طنخي. يا بوس بابا ندي معايا لبنى؟ لا لا غير خليها. صافي لبنى. وشوف ماماك تاكلش تفاحه ياك حبيبتي. ايوا خافيك. واقيلا ما عرفتينيش. يمكن شتك في السطح، ماشي انت جارت لي الطو؟ اي انا جارتها. فين هي؟ باقا ما جات من الخدمه. مازال اليوم تعطلوا؟ لا غير تعطلوا شي شويه. بغيتي شي حاجه؟ بغيت شي حاجه ولكن خليتها لي. لا لا قولي قولي شنو بغيتي. صافي خليتها لي. لا غير قولي وما تقولي شنو بغيتي. لا غير قولي لي الله يعطيك الستر من اللي تجي. لان جارتها فاطمه قولها راه جايين عندي تهضياب، بغيت شي طباسه الكبار الا قدرت تعطيهم ليا. غيكوني هانيه ملي تجي نقولها ليها ونجيبهم لك بيدي حتى لدارك. والله يرضى عليك. بالسلامه. زينة خرج عندي الطو وجيدو الحوايج اللي بقاو عندنا. واخا سيدي. وانا غادي نوريك دابا فين غادي تحطي كل حاجه في موضعها. هاد الشفايف وهاد المساحات كنحطوهم هنايا، وهذا ديال الغسيل كنحطو تما، وهاد البيدون الزيت كنحطوه حتى هو تما كاين، والبسكوي وكلشي كنحطو في البلاكار. وفهمتي؟ فهمت لالا. والبيض كنحطو في الثلاجه. عقلتي دابا؟ عقلت لالا وفهمت. ايوا مزيان. شوف اليوم حنا معروضين هادشي ناس، بغيتك تفضي ليا بان على لبنى. الله يا لالا عينيا بجوج غير كوني هانيه. ما تخافيش عليها. لا 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 بغيت نقول ليه. اش كاين؟ ديك جارتك سميتها فاطمه. اييه لالا ديك لالا فاطمه. مالها؟ قالت لك لالا جايين الضياف اليوم وبغات جوج ديال الغطران كبار. وما فيها باس ملي ترجع ليهم عطيهم ليها. راهم فين حطاهم؟ في البلاكار. بصح يزيهم شويه راه مقيومين عليا الثمن. والله يا لالا ما تخافيش غير كوني هانيه عليهم. ما تخافيش عليهم. شويك إيه كان غير هاد الصباح وانا شايفه الحك ديال الزبده عامر، الحك ديال الكونفيتير عامر. مال اخوا شويه خديت غير شويه. لالا خديت غير شويه. والله العظيم خديت غير شويه. الله يعطيك الشويه. يلا سير دير للمراه الغطران، سير ديهم ليها. تاجي لهنا ويمشيو يطيحوا لك ولا تهرسيهم. راه طايحين عليا بالثمن. يلا طيح وما تعطلي شيء، انا غادي نمشي نفيق لبنى دابا. ترجعي ما تخافيش لالا غير كوني هانيه. ندير هادو في الثلاجه بعدا يبردو. الحمد لله. هاجي الثوم هنا.
صافي إيطو أنا واجدة إوا واجدة لبنى غادي تبقى مع زينة سرباخ شكين تعليت شحال هيد هادي التمنية دارو إوا سرباخ الناس كيعينونا إوا سرباخ كمين غادي تصبر تكتا موبيل زينة نعم لبنى راه على حساب البيت حنا غنمشيو نتعشاو غير على شي صحابنا وحنا غادي نرجعو غيكوني هاني لالا راه العشاء ديالك موجود في الثلاجة ولكن ما تقيسيش شي حاجة أخرى سمعتي سامعة لالا والله ما نقرب شي حاجة وحق سيدي ربي صافي صافي ويا عمر لالا بركة من الحلوف والله يديكم على خير ويجيبكم على خير يا ربي تحفظكم يا ربي تنجيكم يا ربي يديكم على خير ويجيبكم على خير انا عاوتاني جيتكم فين لالا ايطو مشات لشي عراضه هي ورجلها بغيتي شي حاجه يا خساره بغيت ولكن صافي خليها تجي لالا غير قولي شنو بغيتي حنا غير جيران هاد المره بغيت غير شي سته طبيصلات وسته المنادل ديالي اي على راسي وعينيا دابا نجيبهم لختي قولي ليا شنو ولاش بغيتيهم واش غادي نقول لك الراجل قهرني بالضياف اي لا بغيتي لالا فاطمه نعاونك راه ما كاين حتى مشكل تعاونيني اييه والدار تبقى بوحديتها لا ما تخميش للدار انا غنصورت الباب ونخلي الدريه نعسه ونجيب لك داكشي اللي بغيتي واش غادي نقول لك انا ما كرهتش اللي يعاونني اللي بغيتي بغيت شي مرحبا بك واخا ولكن عندك نسيت سته الطباسل وسته المنادل غيكوني هانيه غادي نجيبهم لك دابا هانتي انا لفاطمه هانتي هاي ها سته المنادل وها سته الطباسل كيف قلتي لي ايوا الله يرضي عليك ايوا قولي لي انا فاطمه بغيتيني شي حاجه اخرى ولا شنو بغيتيني نعاونك بغا تعاونيني بصح اييه واش نقول لك هانت الله تكسر هذا راه الدجاج ردي منك ردي بالك مزيان لا يمشي يتحرك ولا شي حاجه اما هنا كاين غير اللحم سمعتيني مره طلع لي لا يمشي نقص منو الماء وهذه الحلوه ديريها في شكل بيصلات صغار وقديها مزيان لا هاد الحلوة قديها مزيان خبز قطعي ليا مرصوات عندك تمساي والديسير ديري ليا هاد الطبسيل واه صايبي تبارك الله بخير هذا لالا فاطمة الخير تبارك الله واش غادي ندير الراجل ديال لالا كيجيب دوك الكبار ديالو باش يعمر ليهم كلشهم يلاه يقضيو ليه شغلو واش غاديري الصبر لالا فاطمة الصبر تعطلت على الضيف غادي نمشي نجلس معاهم كل راهم تقلقوا صافي ردي بالكم من الطنجرات الله يرضي عليك غيكوني هانية غير كوني هانية لالا فاطمة اخ هادي العرادة ولا فالة شنين شوف هاد اللحم تا هو باقي ما طابش حلوة هو حلوة بزاف حلوة
واش غادي ندير؟ تعطلت عليك ياك؟ الراجل ديال الناس يقول لي الا جاو الضيف خاصك تجلسي معاهم، وانا ما حيت الكوزينه ما حيت الضيف، راه يخرج لي على صحتي. ايوا تتي تبارك الله عليك يا لاله فاطمه كتدخني. تندخن باش بالمبله يا لاله مصابغه الصحه وراحه البال ما خصنيش. شوفي هاد الشيء راه قرب يتضلعتك السر ديال البال، انا عاود غنمشي ندس معاهم غير شويه وطفي عليه غير صافي ما نقصيتش. واخا لاله قرب يطيب وطفي عليه. ما عرفتش ملي كتدبري على هاد الفضيحات هادو. نعاودو ولا حفيظ ويلا يلا حفيظ. اي تجي بزاف اوفت واتخيم انيتي يا عباد الله نيت كترت الثلاجة نشوف هادوك القراعي نشرب منهم شوية لعلة وعاصفة جيو لي هاد الغمه والضخمة اللي فيا تشي بزاف هادشي وكتر تعيب الله
وك 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 صافي الصوت الحمد لله درصا شتي هاد الفضيحه اللي جايتينا فيها صافي الصوت صافي يطو نعم يا راسربينا خلاص ما غنمشيش معاك حافظ لبنى راه ناعسه ما غنخليهاش بوحدها وزيدو ما عرفت اخويا هاد الجره فين غتوصل والله يلعنها جراء وحلتيني فيها ايوا واش طبخ كيفاش مكتبه يطو واش دابا انت كديريها وتقولي انا مكتبه دابا تصوري هاد خيتين وكرمات لينا بين يدينا وتموت كاع والكامور الميت خساره يلا اخويا عافاك سير سير وما تعطلش
صباح الخير يا فاطمه. صباح الخير يا ماريتو. صباح الخير اختي فاطمه. دخلي دخلي. شنو نقول لك سي عندك شي غوت وشي راجل البارح اش واقع؟ دابا نحكي ليك اش كاين ديالي ما كتعاودش لك ما بلي مريضه ولا شي حاجه حفظها الله يا اختي راه المزغوبه الخدامه خدامه زينه لا جلسي 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 جلس اختي جلس عرسي البارح داخلين انا يا وحافظ ما علينا ما بينا نعسنا شويه يا اختي وانا كنسمع الصداع في الدار نط وانا نلقى زينه كتلوى ليا في الارض وكتنعت ليا على الثلاجه عرفتي شنو لقيتها شربات ليا شربات شربات لي هذاك اللي كنغسلوا به الماعن ايوا شنو نقول لك ذنوبي هذوك خرجوا فيها ذنوبك ايه ذنوبي علاش انا ما في خبرك والو ايوا جي يا لاله نعاودها لك بحال الخرافه البارح جاو عندي الضياف وجيت نطلب لك شي تباصل وشي ماعن ملي ما لقيتكش غاديه بحالي ايوا عاوناتك بعدا كيتسحب لي غتعاوني الساعه الزغيه ملي سمعات العشاء والضياف كانت هذه هي الزرده حيت هرقاويه ايوا اختي خلاتني مشغوله مع الضياف ومشات للكوزينه تعمر كرشها بداكشي اللي كاين يا حلوه يا ديسير وفوق هادشي كله عرفتي شنو دارت هزات مولاتي الدجاجه دارتها في المنديل خبعاتها وناضت ذنوبك يا اختي خرجوا فيها سمعتي نقول لك هادشي ما كنتش غادي نقوله لك لانها رغباتني ولكن ملي وقع هادشي كله خصني نقوله لك باش تردي بالك منها دابا عاد عرفت علاش جراو عليها الناس اللي كانت خدامه عندهم واش تي النصيحه اللي نعطيك هاد الغوله ما تخليهاش عندك ما عندك ما ديري بها انا مازال يا اختي نخليها عندي في الدار كنطلب من سيدي ربي غير يفكري من هاد الجره السلام عليكم ماشي لنا وضبيط صافي هي عندي هنا في الطوموبيل شوف حافظ غتبقى دابا في الطوموبيل تديوها لدارها وما بغيتهاش تطلع عندي للدار عندك الحق ترو بها خلاص اسمعي توصي جمع لها حوايجها انا نسوق الطوموبيل ربما دير لنا شي فضيحه تما فاطمه اختي عافاك بقاي ليا مع البنه هنا في الدار غير نوصلها لدارهم وغادي نرجع ولي على راسي وعيني يا سربي خلاص خليتوها بوحدي صافي الطوموبيل دابا تهرب ولا شي حاجه انا هنا تتجي واخا واخا شكون 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 السلام عليكم مرحبا شوف السي سلمي بنتك هي جبناها لك ما كاين باس تجربتي بنيتي بنتك السي سلمي غولة ها السيزي ولا هاد خيتي اللي عندك تجربتي ثاني قولي لي تجربتي تجربتي الصقعه تجربتي سمع راه كون ما حفظها الله كنا غنمشيو للحبس كلنا على بالنا بنتنا حنا قتالو قتاله هو اكثر من قتاله سمع السي سلمي اللي نطولوه نقصروه بنتك هي جبناها لك دابا ترد لي فلوسي تلخر الشهر شوف السي ايوا تال البلوس لا انا خويا ما عندي منين نجيب لك البلوس فلوس اللي عطا الله ضربتها علاش علينا من هادشي كاع البنت ما عجباتكمش نعطيكم النص ديال فلوسكم اسي دخل سوق راسك منين غنجيبو الفلوس منين جاونا الفلوس صافو معكم كلشي اسمع السي سلمي نتوما سي راه دايرين تجاره ماشي بقى انا نمشي نضرب الطرقان كاملين باش تجي تعطيني انت جوج فرانك في الاخر الشهر راه واخا تمشي للمخزن ما عندناش ما عندناش حيدي عليا انت مولات هاد الفضيحه هادي شوف اسي حنا ما غنتخاصمو ما غنتعايرو معاك تخيب من تماره باش تضربها اسي انا غنضرب تماره من شهر لشهر غندير لكم شويه والدري راه يجيب الله من يديها يجيب الله من يديها كلمه رجال السي سلمي ما نحنا قرودا في الاخر الشهر غنتسنى فلوسي ما كاين مشكل الله يهنيك ما عاون يلاه الله يعاون سير